أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذه الأذكار والأدعية التي يشرع للمسلم أن يواظب عليها في الصباح والمساء. وهذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم فيه أن هذا التعود يقال في المساء، أن هذا التعود: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، هذا يقال في المساء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وفي رواية للحديث في الترمذي، وهي رواية ثابتة، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال حين يمسي ثلاث مرات، من قال حين يمسي ثلاث مرات: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره حمى تلك الليلة. والحمى هي لدغة كل ذي سم من عقرب أو حية أو نحو ذلك، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تضره. ومن الموافقات العظيمة في كون هذا يقال في المساء، يعني لم يرد في أدعية وأذكار الصباح، وإنما ورد في أدعية المساء، ثم قال: لم يضره شيء تلك الليلة، تلك الليلة، لأن الإنسان كما هو معلوم في الليل ينام ولا يدري ما حوله ولا يشعر، يعني لو جاءت حية أو جاء عقرب أو أشياء من هذا القبيل هو نائم، في النهار يرى ويشاهد لأنه مستيقظ، لكن في الليل يكون نائما لا يشعر بما حوله، لو دنت عقرب أو دنت حية منه ما يشعر بها. لكن هذا التعوذ يعطيه بإذن الله سبحانه وتعالى حصانة، فلا يضر شيء، حتى لو لدغ، يعني حتى لو لدغ من حية أو عقرب لا تضره، يعني لا يؤثر فيه سمها إذا دخل في جسمه. هذا معنى قوله: لم يضره حمى تلك الليلة، لأن الحديث لم ينف فيه أن تحصل لدغة الحية أو لدغة العقرب أو الحية، لم ينف ذلك، قد تلدغه لكن ما يضره، لا يؤثر فيه سمها، لا يؤثر فيه سمها. هنا في هذا الحديث قال: أما لو قلت، لأن هذا الصحابي اشتكى من لدغة عقرب، قال: ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني لقيت شدة وألم ووجع. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك، لم تضرك. ولم يقل لم تلدغك، وإنما قال لم تضرك، يعني لا يؤثر فيك سمها ولا تتوجع منه مثل ما حصل لك البارحة. أنه يقول: ما لقيت من عقرب، يعني من شدة ووجع عظيم من عقرب لدغتني البارحة. قال: لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك. الترمذي رحمه الله لما أورد الحديث أعقبه بنقل مفيد جدا عن أحد رواة الحديث في قصة لأسرتهم مع هذا الحديث،
لأنه يذكر أنهم لما سمعوا هذا الحديث تواصوا على المحافظة عليه في أسرتهم، ونشأ الصغير والكبير على المحافظة عليه، يذكر ذلك، وهو سهيل بن أبي صالح من رواة الحديث. جاء في الترمذي بعد الحديث قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة. هذا يؤخذ منه فائدة مهمة: الأسرة والتواصي وتعليم الأولاد والأبناء حتى تنشأ الأسرة محافظة على هذا التعود العظيم كل ليلة. قال: كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة، فلدغت جارية منهم، لدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا، فلم تجد لها وجعا. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم تضرك، يعني حتى وإن حصل لدغ من حية أو عقرب فإن هذا لا يضرك ولا تجد وجعا، مثل ما حصل لهذه الجارية، لدغتها عقرب فلم تجد لها وجعا. نعم. ومعنى قوله أعوذ، الاستعاذة التجاء واعتصام بالله سبحانه وتعالى، والمستعيد معتصم بالله ملتجئ إلى الله في الوقاية مما يخشى مضرته عليه. أعوذ بكلمات الله، قيل كلمات الله القرآن، وقيل كلمات الله الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومعنى التامات أي التي لا يلحقها نقص، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا يلحقها نقص بأي وجه من الوجوه. من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، وهذا عام لا يختص بشر مثلا عقرب أو شر حية، عام من شر ما خلق، يعني من كل شر ذي شر، هذا المعنى. من شر ما خلق يعني من شر كل ذي شر، فيشمل حية أو عقربا أو إنسانا أو حيوانا أو هامة أو غير ذلك، يشمل كل هذه الأمور. ومن ذلك أنه لو لدغ لم يضره، من ذلك الحديث التعود عام، ويدخل في عمومه أنه لو لدغ لم يضره هذا السم الذي نفذ إلى جسمه من حية أو عقرب، لا يضره. نعم.